نهاية سنة 2020 ظهر أول لقاح من شركة فايزر بيونتاك، وهو اللقاح هي تقنية كتير جديدة أول مرة تستعمل، اللي هي تستعمل الجين الوراثية تبع الفيروس المادة الوراثية وبتنحط بمواد معينة وتنحقن بالبشر. هلا عم نسمع كتير بالسوشيال ميديا وين ما نروح عم نسمع انه هذا الفاكسين خطير وبيؤدي الى اندماج هذه الماده الوراثيه بالماده الوراثيه تبع الانسان. هذا حكي ابدا منه صحيح من ناحيه طبيه وعلميه، لانه الماده الوراثيه اللي تستخدم هي اسمها ار ان اي تبعت الفيروس، بينما الانسان هي دي ان اي، والار ان اي دغري بتروح بتنعمل بتصير بروتين، بتنسخ بالخلايا البشريه بتصير بروتين، يعني ابدا ما بترجع دي ان اي وبترجع تختلط بال الجين تبع الانسان. لذلك عم نسمع فيه مبالغه ونوع من التخويف، اي شيء جديد العالم بتخاف منه، هذا شيء طبيعي، بس على طول لازم نلجا للعلم وللمصادر الطبيه الموثوقه. اما من ناحيه انه فيها مايكروتشيب وهذا اسهل نوع من الخيال العلمي، واكيد نحن كلنا بنعرف لما اللقاحات ما كانت بشريه وصلت لهم هذه الاعداد، في كثير امراض هلا لها لقاحات، نحن بفضل اللقاحات البشريه خلصت من كثير امراض معدية وخطيره. اما من ناحيه امتين شو رح يصير السنه الجاي بهذا اللقاح، مثل ما بنعرف من هون لاخر السنه، هيدي السنه 2020 رح يتم انتاج حوالي 40 مليون جرعه، وهيدي اللي حتتوزع بين بريطانيا وامريكا. وصرح المسؤول الدكتور المناعه دكتور أوغور شاهين، احد ركائن اللي اخترعوا هذا الفاكسين، انه من هون للصيفية الجاي رح يتم تلقيح حوالي 300 مليون، حيتم اصدار 300 مليون جرعة وتبلش التلقيح، حتصير على طريقة تدريجية. لذلك هذه الشتوية حتكون صعبة، لانه ما رح نشوف اهمية وفعالية اللقاح على عدد الاصابات والانتشار. حنبلش نحس بنتائج اللقاح لصيفية 2021، ولشتوية 2021 تقريبا بتكون ان شاء الله بتكون شتوية طبيعية حسب مصادر الشركة. ومن هون لأول السنة رح يصير في انتاج لقاحات تانية غير شركة فايزر، في عنا شركة موديرنا وشركة أسترازينيكا، حنكون عنا 4-5 لقاحات اللي حتكون متوفرة وحتم انتاجها بعدد كبير. لذلك التلقيح حيصير بطريقة تدريجية على مدار السنة الجاي، مش فجأة رح نلاقي، يعني مش بالليل اللي بضحاها رح نلاقي كل العالم تلقحت، حتصير بطريقة تدريجية من هون لآخر سنة 2021. لذلك هيدي السنة والشتوية هيدي اللي جاية، أول 2021 لازم ناخد نفس الاحتياطات ونفس الوقاية اللي هي الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأهم شيء هلأ هي التهوية. نعرف جايبين شتوية بدني برد بدنا نسكر شبابيك، بس يفضل اكيد انه تنفتح شبابيك، لانه اذا بينا مسكرين شبابيك لو حاطين كمامات لو اخذين احتياطاتنا ما بينفع. لما يزيد عدد الاشخاص بالذات الغرفه المسكره الخطر بيزيد للعدوى.